وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة خصوصا إن في ارتفاع في درجات الحرارة. هو طبعا يمكن احنا الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، وده متوقع ان هو يكمل معانا اليوم، وهنبدا تدريجيا نتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه اللي هتخلي اليوم قيم درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجه، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 24 درجه مئويه، وده بارتفاع بمعدل درجه عن الامس، وده بيكون في معظم محافظات الجمهوريه. هنحس كمان بزياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، فده هيؤدي ان احنا نحس بالطقس الدافي على المناطق الموجوده في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، جنوب سيناء، طقس مائل للدفء على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، لانها بتكون طبعا اقل قيم درجات الحراره من المناطق الداخليه. المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد طقسها يكون مائل للحراره داخل فترات النهار، وتحديدا في وقت الظهيره مع شده الاشعه الشمسي. فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره طبعا. الانخفاض ده ملحوظ اكثر فتره الفجر وفتره الصباح الباكر. تظل اجواء فتره الليل اجواء بارده في معظم المحافظات، كمان احيانا تبقى شديده في البروده في المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير. فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل بدا يزيد، بدانا نحس بالفرق ده، وتدريجيا كنا تقدمنا اكتر في شهر 3 هنلاقي بيزيد اكتر، لان النهار بدا يطول كمان، فهنبدا نلاقي فرق درجات الحراره بيزيد، وده ممكن يسبب نزلات البرد لو احنا خففنا الملابس، يعني دايما هنلاقي دفء النهار، بروده شديده خلال فترات الليل او بروده خلال فترات الليل. طبعا بنأكد عدم تخفيف الملابس في الفتره دي من السنه. طبعا وبالنسبه للشبوره طبعا الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره دايما في حالات استقرار في الاحوال الجويه. طبعا الشبوره المائيه بتظهر طبعا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، لكن هي ايضا مش شبوره مائيه ضبابيه، يعني مش هتاثر بشكل كبير على حركه المرور، انخفاضات خفيفه بس في الرؤيه الافقيه، وبتتلاشى سرعان ما بتظهر اشعه الشمس، يعني تقريبا مع الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتختفي بالظبط، الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. اليوم بس هناكد على ان في نشاط رياح موجود في السواحل الشماليه الارضيه للبلاد، نشاط الرياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه في الصحراء الغربيه ومحافظه الوادي الجديد، دي المناطق بس اللي ممكن تكون عليها اثر بكده بالظبط، اتربه ورمال مثاره، باقي مناطق الجمهوريه مش هتاثر بالاتربه والرمال المثاره. بكره كمان الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير، لكن مع البدايه الرسميه او البدايه الفلكيه لشهر رمضان الكريم في السنه طبعا اكيد بقرة. احنا كمان بنتابع مع حضرتك بشكل يومي حاله الطقس، وعايزين نطمن عن حاله الطقس كمان خلال الايام القادمه بالذات علشان شهر رمضان المبارك. كل سنه وحضرتك طيبه، لكن انا بشكر طبعا شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 24 الصغرى 15، العاصمة الإدارية 24 14، الإسكندرية 21 12، العلمين الجديد 20 12، مطروح 20 11، دمياط 21 14، بورسعيد 21 15، الإسماعيلية 24 13، السويس 23 13، العريش 21 12، كاترين 19 3، طابة 22 14، حلايب 26 18، شلاتين 27 17، شرم الشيخ 27 17، الغردقة 26 15، الفيوم 27 11، بني سويف 27 12، الوادي الجديد 32 11، اسيوط 28 11، سوهاج 29 13، قنا 31 14، الاقصر 32 14، واخيرا اسوان 33 15. خلونا نرجع مره ثانيه لزميلنا محمد الشاذلي في مدينه طابا لاستكمال باقي الفقرات الخاصه لصباح الخير يا مصر من هناك.